يشير بأن يتولى الحكم السيد هيثم بن طارق. السلطان هيثم الرجل شخصيته ضعيفة فيما إلى الآن، يعني منذ أن حكم في جنوري 2020 وحتى الآن الرجل شخصيته ضعيفة، وحتى الآن فسلطان النعمان يتوقع هو وراء الموضوع أساساً. الرجل هو رجل واحد، يعني رقم واحد حالياً في عمان، هو الذي يحكم، هو الذي يتحكم ويتصرف في كل شيء. الرجل من ناحية الفساد هو فاسد طبعا، هو من نوع المسؤولين الذين لا يحاسبون على أي شيء.